أعلن قائد مجموعة فاغنر أمس عن موافقته على إعادة مقاتليه إلى قواعدهم، فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف ما يجري بأنه تمرد مسلح من قبل مجموعة فاغنر وأنه سيتم الرد عليه بشكل خاص. نعم، يأتي ذلك فيما رفض قائد فاغنر يفغيني بريغوجين اتهامات الرئيس الروسي، مؤكدا أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف، مهددا بالتوجه للعاصمة موسكو. بريغوجين، الرجل الذي طالما أعلن ولاءه للكرملين وحقق انتصارات على أرض باخموت ورفع رايات موسكو، اليوم يقود تمردا عليها، إذ قامت مجموعة فاغنر بقيادة زعيمها يفغيني بريغوجين باقتحام المقر العام لقيادة الجيش الروسي والسيطرة على المنشآت والمواقع العسكرية ومن ضمنها المطار في مدينة روستوف، والتي تعتبر مركزا أساسيا للهجوم على أوكرانيا، وهدد بالتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو إذا لم يتم تسليم وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو ورئيس الأركان فاليري غراسيموف. كل المواقع والمنشآت العسكرية في روستوف أصبحت تحت تصرفنا، وسنمضي إلى موسكو إذا لم تستجب لمطالبنا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى خلفية ما حدث توجه بخطاب إلى الأمة الروسية، مؤكدا فيه أن أي اضطراب داخلي يمثل تهديدا قاتلا لروسيا. أتوجه إلى مواطني روسيا وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمقاتلين والقادة الذين يخوضون المعارك، وأتوجه لمن تم جرهم إلى هذه المغامرة الإجرامية بالخداع أو التهديد. تخوض روسيا اليوم معركة شرسة من أجل مستقبلها. نحن نناضل من أجل حياة وسلامة شعبنا ومن أجل سيادتنا واستقلالنا. إن كل ما من شأنه أن يمس وحدة الصف في روسيا ارتداد على الشعب ورفاقنا في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة، وطعنة في ظهر روسيا وشعبها. وردا على العصيان المسلح، صادق بوتين على قانون جديد يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أي شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة في البلاد لمدة 30 يوما، وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات بريغوجين تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح. وتزامنا مع ذلك، كثفت موسكو نشر نقاط تفتيش عسكرية، وأعلنت فرض نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وروست وورونش، ووضعت تلك المدن تحت وكالة إنفاذ القانون. كما قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بفتح قضية جنائية ضد رئيس مجموعة فاغنر، واتهمته بالعصيان والخيانة وطالبت بإلقاء القبض عليه. كما ألغى عمدة موسكو سيرغي سبيانين كافة الفعاليات الاجتماعية حتى شهر آخر. تلفزيون دولة الكويت، ثريا الفراء، موسكو. وتبقى معنا من موسكو ثريا الفرة للتسليط المزيد من الضوء حول آخر المستجدات فيما يخص الشأن الروسي والحرب في أوكرانيا. ثريا، إعلان قائد مجموعة فاغنر أو طلبه العودة إلى قواعد فاغنر المقصود بها طبعا في الأراضي الروسية، ما الذي يشكله ذلك، وإلى أي مدى هناك اختلاف بين فاغنر وبين روسيا؟ يسعد مساء، أسعدتم مساء لك وللزملاء في تلفزيون دولة الكويت والمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد رأينا بأن الأحداث الدراماتيكية بالنسبة لما حدث اليوم انتهت بوساطة بيلاروسية بهذا الشأن، وأعلن فيغيني بريغوجين بأن قواته لن تتقدم باتجاه موسكو وستعود أدراجها إلى قواعدها العسكرية. طبعا بالنسبة إلى موسكو ترى بأن الأمور انتهت دراماتيكيا، ولكن هناك قضايا يجب البحث عنها ويجب التأكيد عليها. الآن يتم إعادة النظر مجددا في قضية هذه المؤسسة وفي إعادة هيكليتها. طبعا بالنسبة إلى موسكو يعتبر بريغوجين ربما يعني حكم على نفسه بالنهاية. اليوم تصريحات فلاديمير بوتين في لقائه الصحفي اليوم والذي نشرته طبعا القناة الأولى الروسية، سأله الصحفي للرئيس بوتين هل تسامح من أخطأ بحقكم؟ قال نعم نسامح إلا في حالة واحدة، في حال الخيانة لن نسامح. ورأينا بأن في خطابه الذي ألقاه خطاب الأمة
أثنى على عناصر من فاغنر قامت بالتضحية كما وصفهم طبعا على أراضي سوليدار وعلى أراضي باخموت، وقدموا أرواحهم فداء لروسيا، وبالتالي هو لا يتحدث عن مجموعة كاملة بالنسبة إلى مجموعة فاغنر، هو يتحدث عن شخص يفغيني بريغوجين الذي اعتبرته روسيا طبعا واعتبرته وكالة الأمن الفيدرالية ووزارة الدفاع الروسية بأنه، واتهموه طبعا ومجلس الدوما والمجلس الأعلى الروسي اتهموه بالخيانة العظمى، وبالتالي الحديث هنا يدور عن بعض عناصر من فاغنر والتي قامت بتسليم نفسها أو وضعت أسلحتها تحت تصرف الجيش الروسي. نعلم بأن القوات الروسية تحركت باتجاه فارونج، بالإضافة إلى قوات ما تسمى أخماتوف وهي تابعة حقيقة للرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، وكانت روسيا قد وقعت مؤخرا عقدا طبعا من خلال وزارة الدفاع الروسية، قامت بتوقيع عقد مع هذه القوات التي تسمى أخماتوف ونسبة طبعا إلى والد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف. أخماتوف هذه القوات تتألف من 4 كتائب وقعت عقود مع وزارة الدفاع الروسية، وهي الآن تعتبر داخل الهيكل. اسمحي لي هنا بالمقاطعة، يعني طالما نحن نتحدث عن قوات شيشانية ونتحدث عن قوات فاغنر، أين الجيش الروسي؟ هذا يعني الشق الأول من السؤال. والسؤال الثاني، ما مصير الحرب في أوكرانيا إذا كانت فاغنر هي من سيطرت أصلا على القرم منذ 2014 والآن فاغنر ستنسحب؟ يعني هل فاغنر لا زالت يعني تحت إمرة بريغوجين، أم أن فاغنر هي جزء من الجيش الروسي، هي مؤسسة يعني كما وصفت للمرتزقة مقابل أجر، هي تحارب باسم روسيا؟ هل سيكون هناك جيش روسي يحل محل فاغنر؟ هل ستنسحب فاغنر؟ هل الشيشان سيحلون محل؟ يعني الأمر معقد، إن كنت أو إن كان بإمكانك أن تشرح لنا أكثر أو بهذه المواقع بالذات. أكيد طبعا بالنسبة إلى قوات أخماتوف، نعلم بأن رمضان قاديروف منذ اندلاع الأزمة ما بين أوكرانيا وروسيا هو قام بالتطوع بأن تقوم فرقة عسكرية، هي 4 فرق عسكرية، أن تقوم بالحرب إلى جانب الجيش والقوات النظامية الروسية. وبالتالي نتحدث نحن عن قوات كانت غير نظامية، الآن هي قامت بتوقيع عقد نظامي مع وزارة الدفاع الروسية، وبالتالي هي أصبحت داخل وحدات الجيش الروسي. هذا بالنسبة إلى قوات أخماتوف. أما بالنسبة إلى فاغنر، فاغنر لم تنتهي بالتأكيد، قضيتها لم تنتهي. نعلم بأن قوات فاغنر أو مؤسسة فاغنر لديها قوات ليست فقط داخل روسيا، نعلم بأن هذه المؤسسة لديها قوات خارج روسيا وخاصة في إفريقيا، يعني تتواجد في ما يقارب ب 24 دولة في إفريقيا، ونعلم بأن هذه القوات لم تحرك ساكن أو لم تقوم بأي تصرف عدواني ضد روسيا، وبالتالي الحديث هنا يدور عن بعض عناصر، الحديث هنا وخاصة بعد طلب روسيا فتح قضية جنائية للتحقيق فيما حدث اليوم من أحداث على الساحة الروسية، الحديث يدور هنا عن بعض العناصر التي قامت بالاتفاق مع يفغيني بريغوجين بهذه الخطة، ولا يدور الحديث عن مجموعة كاملة عن فاغنر. والدليل على ذلك بأن الرئيس بوتين أثنى على هذه المجموعة، إذا الحديث لا يدور، فاغنر ستبقى موجودة، ولكن ماذا سيحدث الآن؟ يعني الآن ما سيحدث هو سيتم إعادة هيكلة من الرئيس الروسي، يعني إن كان أثنى على جزء من فاغنر قد يكون إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن نحن كلنا نعلم أن فاغنر هي مجموعة تجارية، العمل الذي تقوم به هو القتال، والقتال مقابل أجر، ومن يرأسها هو بريغوجين. إذن أيا كان هي مجموعة ستنسحب مع آمرها، وهي شركة في النهاية وليست يعني جيش. ما هو حال الجيش الروسي إن كان موجودا أصلا الآن في أوكرانيا؟ لو سمحت لي، بالنسبة إلى هو لماذا حدث هذا الخلاف ما بين فاغنر ووزارة الدفاع الروسية، نعلم بأن بعد السيطرة من قبل الجيش الروسي على باخموت طبعا بالتأكيد، ووجود قوات فاغنر كانت لها دور كبير في السيطرة على باخموت، وزارة الدفاع الروسية قررت بأن هذه المؤسسة لن تبقى هكذا، قررت بأن لن يقوم أي شخص بالدفاع عن روسيا خارج إطار أو خارج المؤسسة العسكرية، لهذا طالبت هي يفغيني بريغوجين بتوقيع كونتراكت أو اتفاق، يعني أن تقوم هذه القوات أن تكون جزء من الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع. ولكن الذي حدث بأن بريغوجين رفض أن تنضم قواته إلى قوات النظام أو قوات
الدفاع الروسية، هو أراد أن يكون مؤسسة مستقلة، هو رئيس هذه المؤسسة، يتلقى طبعا الدعم المادي، يتلقى الأسلحة، ولكن الذي حدث بأن حدث خلاف كبير، وزارة الدفاع الروسية وطبعا الكرملين يريد ضم فاغنر إلى داخل هيكل أو هيكل الجيش الروسي، بأن يكون هو تحت أمرة الجيش الروسي. بريغوجين لا يريد ذلك، يريد أن تكون مؤسسة على عجالة. ثريا، يعني فقط الآن هل يملك الجيش الروسي أي تواجد له في الأراضي الأوكرانية؟ طبعا نحن نعلم بأن بعد انسحاب، بعد أن سيطرت روسيا طبعا بالتعاون مع فاغنر على مدينة باخموت، نعلم جميعا بأن يفغيني بريغوجين سحب قواته، وأعلن هذا في إحدى فيديوهاته على قناة تيليجرام، عندما قال الآن سننسحب من باخموت وندع قوات الجيش الروسي هي تحل مكاننا في هذه المناطق. وبالتالي إذا القوات الروسية الآن هي متواجدة في المناطق التي قامت بتحريرها طبعا قوات فاغنر، وبالتالي هي متواجدة هناك في منطقة باخموت القوات الروسية. واضح، شكرا جزيلا ثريا الفرة، مراسل تلفزيون دولة الكويت من موسكو، سنكون معك في أي مستجدات لاحقة من خلال نشراتنا اللاحقة. شكرا ثريا.